أخبار اليوم. حضن وأغنية، مش هزار والله ومش كلام، متخيلة ده حقيقي. قبل ما نام بتقرأ لي قرآن، بتحكي لي حكمتها، خليني أنام مبسوطة. والحواديت بتاعتها دايما فيها حاجة تعلم، وهي عارفة إن ماما مذيعة في البرنامج اليوناني في الأوروبي المحلي، فعندها صوت حلو وعندها حكاوي كتير، إنها قارية كتير قوي، عندها حكاوي كتيرة بتعلم حاجات كتير في نفسية الطفل. حتى في البرنامج اللي هي بتعمله في الإذاعة عندها برنامج ركن المرأة وركن الطفل، فشوفي قد إيه والله بقى ركن الطفل، فشوفي قد إيه بقى هي السنين دي كلها النهاردة بتشتغل، وما شاء الله الحمد لله لغاية دلوقتي، فقد إيه عندها الممارسة والعلم والصوت الذاتي العين الواو يعني على قد كل حمايتها دي، وعلى قد ما كنا مثلا لازم تفتحي لي اللي انا عايزاه كل حاجه. بس لو انا بقى جبت نمره وحشه طبعا كنت ساعات بتشقى وبعمل حاجات بنت شقيه اكيد. انا بصراحه انا تعبتها، يعني اختي الاصغر مني أنا كنت شقية قوي قوي، وكنت ببوظ حاجات وعور نفسي وأكسر إيدي وأحطها وكده يعني. لا شقة قوي، بس هي الحقيقة يعني كانت بتعلمني كل حاجة يعني بالملي. وبعدين كمان أمي وأبويا انفصلوا، فبقت هي الست والراجل، فبقى مسؤولية عليها أكبر طبعا. والحقيقة كانت قدها، لانها علمتني ازاي احترم نفسي واحترم الاصول، واهم حاجه علمتها لي كمان ان انا اللي بحبه لنفسي احبه لغيري، واللي ما بحبوش لنفسي ما بحبوش لغيري. مامتك كانت بتحكي لك الحكايات بتاعتك انت كمان باليوناني ولا بالمصري؟ لا بالمصري. بالمصري. بالمصري كانت بتغني لي باليوناني، كانت بتكلمني باليوناني، وتعلمت منها شويه يوناني طبعا، كانت بتغني لي بالمصري، وكانت اتعلمت كمان القرايه والكتابه العربيه، عشان تذاكر لي اللغه العربيه.